السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض المحاضرة بتاعتنا ونشوف المشهور ونعدل عليه إن شاء الله، يعني النت بقى كويس نعمل تعديل بيفتح لك كده، تقدر تعدل الأسماء زي ما أنا قلت لك، تضغط على الإعلان بيجيب لك الحاجات اللي أنت عاملها بس من ورا لقدام. يعني الأول كان بيجيب لك تنشئ الجمهور والكلام ده كله وبعد كده يجيب لك الإعلان، لا هنا بيجيب لك الإعلان الأول، تضغط على كلمة الإعلان وتعدل اللي أنت عايزه، عايز تحط بوست تاني، عايز تعدل الصورة، عايز تضيف بوست جديد، كأن لسه بتاع يعني بتعمله جديد، او عايز تروح بقى للقسم التاني اللي هو بتاع الجمهور والجمال، اضغط على المجموعة الاعلانية او الميزانية تغيرها نخليها مثلا 10 مثلا، يبصوا العدد بيقل مثلا، نغير برضو ايه، خلونا طبعا اصل الاعلان ده مش هستخدمه بس بوريكوا حاجات، نخلي ده مثلا نخليها قصور 20 عشان واحد مثلا عايز يعمل 50 احرقلها 50 كده، صفر ونقطة 50 ماشي، أو خليها مثلا 50 أوكي، تعمل حفظ وإغلاق بيديك معالجة تاني، وبعد كده إيه بيقول لك اللي هو أنا لسه أصلا مش منشط، ممكن تنشطه بقى دلوقتي، هتلاقي كل حاجة رجعت إيه لطبيعتها ماشي. نيجي بقى إيه، أنا عايز أشوف حسابي بقى، يعني حسابي من بره، أنا كان عندي حسابين زي ما قلتلكو، واحد مصري وواحد سعودي، خلينا نشوف المصري اللي عملت فيه ده، عملت فيه ده، عملت فيه عشان بس اوريكو ما بتدخل عليه بالتأكيد، ما تلاقي عندك حملات دي كل الحملات اللي انا كنت عاملها. خلينا مثلا نشوف بتاعت فريلانسر دي كنت انا عامل فيزا للكورس اللي انا المشهور اللي انا لسه لغاية دلوقتي عامل له ادفرتايز، خلوه بس يحمل، كان مظبوط ماشي اهو، حمل اهو، البوست ده وصل لغاية انا تقريبا يعني الحمد لله انا ما خسرتش فيه، يعني 63 جنيه، يعني مش مبلغ، يعني تقريبا 7 دولار او 6 دولار كمان ماشي، والحمد لله وصل لغاية 60,000 واحد مهتم بالمجال. خلونا نجيب التفاعل، خلونا بس يعمل لود، ايوه وصل الاشخاص والناس اللي اعجبوا بالمنشور، سوري اللي عملوا عليه حاجة، 3869 تسجيل اعجاب، 1620 لايك ماشي، ان اللي ضغطوا على الاعلان 2418. دي شوفوا دي كانت حملة جميلة جدا لسه عاملها من قريب الحمد لله، يعني كانت موفقة جدا، ما تجيش ب10 دولار اهي، كانت مستهدفة مصر والسعودية، وكانت انستجرام تقريبا برضه، انت هتشوف عرض المنشور اهوت تقدر تشوفه من هنا ماشي. فدي الداشبورد برضو بشكل عملي عشان الناس تعرف تديرها ازاي، دي كل حاجة بتبقى موجودة في حسابك هنا، ده انا عشان عندي حسابين، خلينا نشوف الحساب بقى السعودي، هو نفس الوضع بس انا عشان غيرت، عشان كنت في دولة ورحت دولة تانية فقلت اتعامل بالعملة دي، حاجات هي حملات انا شغال عليها ماشي، دي حملة هي انا في وصلت ل4000 وشوية، كل اللي خسرته 8 ريال بس، الحمد لله يعني الحملات اللي بعملها محترمة كويسة وما جايب عوائد كويسة. في الاخر خالص هنصحكم امتى استخدم ده، تويتر، امتى استخدم فيسبوك، امتى استخدم انستجرام، وامتى استخدم جوجل ادسنس، هو على حسب الدولة اللي انت فيها، فان شاء الله مش هنسى ان انا اتكلم في الموضوع ده وايه الفرق بينهم. طبعا انت اي حملة شغالة من دي تقدر تدخل عليها، تقدر تبص على الاحصائيات بتاعتها لوحدها مش من بره، وتجيب لها كل واحدة التفاعل مع طبعا ده مفهوش فيديو، التفاعل مثلا بتاعها دي لسه جديدة لسه عاملها حالا تقريبا من ساعات تمام، فيها 59 لايكس، يعني جميلة الحملة دي، وتقريبا ب10 ريال بس، 15 ريال تمام. فلو في اي حد عنده استفسار في الموضوع ده يقدر يكلمني، لو في حاجة بصوا دي احصائية برضو بتظهر باليوم وبالنتيجة، بصوا هو حاطط لك الاحصائيات في اكتر من مكان، يعني بيوريك النتيجة اللي انت طلعتها، بصراحة اسلوب الفيسبوك جميل تمام. فلو في اي حاجة في فيسبوك في نظام اعلاناته هنرجع له تاني، لو في حد عنده استفسار يرجع مفيش مشكلة، ان شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ نروح لتويتر ونشوف برضو الاعلانات بتاعته، وانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.